بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الأجواء داخل الفريق كلش ممتازة، أول مرة أشوف هيك الروحية بالتمرين بالباص بالفندق. الحمد لله وشكر على الروحية اللي صنعوها اللاعبين. أكيد نوع الجماهير العراقية ونادي الشرطة بتقديم أفضل مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية، وأكيد احنا عازمين على إن شاء الله خطف النقاط الثلاث. شكرا.